سول-ective هو عنوان المعرض يلي بيتضمن أعمال 7 فنانين قاموا بمعرض فردي خلال هالسنة ويلي تضمن أجمل أعمالهم. أقيم بجاليري إكزود بالأشرفية معرض جماعي متميز تحت عنوان سول-ective يلي تضمن أعمال عدد من الفنانين ويلي قدم كل فنان على طريقته عدد من اللوحات المتنوعة بالشكل والمضمون. تطرقت لموضوع البورتريات، ببلشت بالسليبرتيز الانترناشونال، بعدين نقلت على المشاهير اللبنانية، بالأخص شخصيات اللي مرقوا بالعصر الذهبي بتلفزيون لبنان، مثل أمثال الله يرحمها عليا النمري، أسعد أبو سليم، زياد الرحباني. في كتير من الشخصيات دجا عملتهم، وفي كمان شخصيات على طريق رح تبرز البورتريات تبعي. بحب الألوان وبفتكر هذا الشيء ظاهر بكل الرسمات اللي رسمتها، يمكن أكثر كمان حتى بحب الألوان أكثر من الشكل، شكل الصورة. طبعاً هو الشكل أكيد شغلة مهمة، بس أنا بفتكر أني حب للألوان بخليني أتعاطى مع الألوان أكثر من الشكل بشكل. هو الفكرة انه كل اللي عملوا سولو اكزيبيشن مع الاكزود انجمعوا بهالمعرض هيدا. لوحاتي مثل ما شايف هي مستوحاة من الخلايا. انا بالنسبة لي انه الفن هو لتوصيل رسالة، الرسالة اللي انا بحب اوصلها من وراء لوحاتي، بغض النظر اذا الاشخاص بتعجبهم لوحاتي او ما لا، هو انه افكارنا بتأثر على صحتنا.